المرأة السمرية زي ما نشوف بكرة ما إنسانة زي أي واحدة في العالم زي أي إنسان في العالم، اتزحلقت رجليها في طريق الشر، ودايما طريق الشر يزحلق لأن عدو الخير الشيطان مش أهبل ولا عبيط يعرض كل الفخذ بتاعه مرة واحدة، لكن دايما يمشي خطوة خطوة لغاية لما يجرجر البني آدم ويوقعه في بير ما يعرفش يطلع منه. والحقيقة ده مش موضوعنا الليلة ان احنا نتكلم على السامرية، لكن حقيقة ان حكاية البير دي اللي كانت رايحة تملى منه المية وربنا يسوع واقف عنه بيعبر عن او بيوصف الحالة كيف توقع في البير ده، شايفها تطلع ليه؟ متجوزة خمسة ولا معاها مش جوزها؟ ما اعتقدش الست دي ابتدت بالبداية دي، لكن بقول لك الشيطان يزحلق الانسان في الخطية سلمة 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 لغاية لما يوصل للدرجة يبقى الرجوع فيها مستحيل في ذهن. ومش بنتكلم عن المرأة السامرية كست وحشة، بالعكس دي قديسة، احنا بنعتبرها قديسة اللي عرفت تطلع من البير ده. نتكلم عن بطرس، بطرس برضه اتزحلق شوية شوية، قال له لو انكرك الكل انا ما انكركش، بعدين دخل يتفرج يشوف النهاية ايه، بعدين وقف يتكلم مع الخدامين، وبعدين قعد يخش في مواضيع ملوش دعوة بيها، والمسيح عصاه قال له الليلة دي تسهروا وتصلوا، راح هو قعد يتكلم مع الجارية وبتاع، ودخل في حاجات ملوش دعوة فيها، وبعدين وقع في مطب شافوا الراجل قريب العبد رئيس الكهنة اللي كان قطع ودنه، قال له انت كنت معاه، انت اللي عملت العملة دي. الجارية قالت ايوه انت شكلك كده. احتاس بطرس انكر وسب ولعن وحس ان هو لا رجعة، هيطلع ازاي من المطب ده؟ ما لو قال اه انا قطعوا رقبته. فيسوع بسرعة نظر له نظرة كده على رأي الكتاب المقدس، كمان كمان له سلطان. احنا بنتكلم عن يسوع وعن لطفه وحلاوته ونظراته اللطيفة، لكن ده صاحب سلطان، مش بس لطيف ونظرته لطيفة روحانية، لكن لما يتكلم يؤمر، ولما ينظر ينفذ اللي يقول. فخرج بطرس وطلع من الفخ، على رأي النبي الفخ انكسر ونحن ايه نجونا، ولا حصل حاجة ولا بتاع، ولا بطرس اللي انت كنت فاكر فيه. فاذا المرأة دي في الواقع وقعت في فخ، وابتدت واحدة واحدة لغاية لما لقت ان الرجوع مش ممكن. ومين يقدر يتفاهم مع المرأة دي في مشاكلها المعقدة دي؟ مشاكلها في منتهى التعقيد. المهم اتقابلت مع يسوع، وطبعا الانسان اصله في طبيعة وحشة يبرر نفسه ومتكبر، قاعد تتكلم عن المسيح في مواضيع هي ابعد ما تكون عنها. قالت له يقول لها السجود، تقول له انتوا بتسجدوا في اورشليم واحنا بنسجد عند يعقوب، لا احنا اصح منكم، قعدت تتجادل يعني معاه. لا لا السجود لا هنا ولا في اورشليم، الله طالب الساجدين بالروح والحق. وهي تقول له لا انا بيقولوا بير يعقوب احسن من اورشليم، وعملت ان هي يعني استاذة في اللاهوت، وطبعا تبقى استاذة في اللاهوت عشان تخبي اللي هي ايه فيه. وبعدين بكتبها يسوع كده يقول لها ستي انا تحس ان انت تعبانة تعبانة خالص، وانا جاي عشان اريح الناس التعبانين، انا حاسس ان انت مربطة، انا جاي افك الرباطات بتاعتك دي. قالت له انا ما اقدرش اطلع من المأزق اللي انا فيه. قال لها انا هطلعك بكلمة واحدة من عندي هتطلعي.
حدها هو ده مش موضوعنا الليلة، لكن انا بقول قرايات الكنيسة الليلة والبارح من انجيل معلمنا يوحنا اصحاح 8 لانه بيتكلم عن الحرية. امبارح كنا بنقول ان الحرية في المسيحية مفهوم تاني خالص غير الحرية اللي بيتكلم عليها في الجرايد، لا هي حرية سياسية ولا حرية المعتقلين السياسيين طلعوا من السجون، لا لا لا، ده احنا عندنا ناس القيود كانت في ايديهم وكانوا في منتهى الحرية، والحرية في المسيحية مرتبطة بالسعادة. ايه يعني لو انت جبت انسان حر وحطيته في قصر ومن جوه هو مستعبد يبقى ده عبد؟ فالمسيح قال ان الايه، ان اللي يعمل خطية هو عبد للايه، للخطية، وقال ان حرركم الابن بالحقيقة تكونون احرار. انا عاوز اقول ان الكنيسة بتاعتنا في فترة الخمسين اختارت لنا موضوع حلو، قالت لنا القيامة يعني الحرية، لان الانسان اللي قام من الاموات يبقى حر. فاذا انت دلوقتي اختبرت الحرية تبقى قمت مع المسيح، عشان وانت كده بتشترك في الكنيسة وتقول كريستوس انستي، المسيح قام. مش المسيح قام زمان، لا، المسيح قام فيا انا وانا حر. والحرية دي تحسها لان هي من زوجة الساعة نفسي، وعلى رأي الحكيم لما يقول ان انسان حاكم نفسه احسن افضل من حاكم مدينة. فالمهم ان ربنا في نقاشه الطويل في يوحنا 8 قال لهم انتم انا نور العالم وانتم الضلمة. ويوحنا ابتدى انجيله بالكلام ده، النور جاء الى العالم والظلمة لم تدركه. شفت الحرية بتاعت المسيح تنور القلب. في مقارنة لطيفة كده، الظلمة دي، الظلمة دي اللي ضد النور زي الموت وهو ضد القيامة. أوحش صور للظلمة تشوفها في القبر، مقفول مفيهوش ثقب واحد، مظلم، ريحة وحشة منتنة. فلما يطلع واحد من القبر زي العازر قالوا له بعد 4 أيام قد أمكن، قال لهم معلش أنا هو القيام. قالوا له ده مربط، مربطين إيديه مربطين رجليه، والميت كمان يربطوا بقه، ده ما اتحركش خالص. قال أنا أقول له قوم يقوم، فيقوم يطلع وقدمه للكنيسة قال لهم حلوه، فالكنيسة تقرأ له الحل فيتحل من دي من الربطات بتاعته. الإنسان في الواقع يا إما يكون في قلبه في نور، نور القيامة، يا إما يكون في قلبه ظلمة الأرض. يوحنا الحبيب يقول إن اللي يبغض أخاه فهو في الظلمة يسلك في ظلمة. تبص تلاقي القلب كده اتملى كراهية، حقد، غيظ، ضغينة. تبص تلاقي عين الإنسان بياكل في نفسه وحاجات كتيرة شايل همها ومتضايق، وبعدين تقول الإنسان ده يا عيني عامل في نفسه كده ليه؟ وبعدين من كتر الغيظ والحقد والضغينة والشر تبص تلاقي الإنسان ده حتى الأمراض تحل عليه ويتعب وحالته ليه كل ده؟ أصله في ظلمة جوه في الأرض. لو جه نور المسيح ونورها يبقى في حرية، يبقى في محبة وفرح وسلام. باختصار المسيح قال إن الإنسان اللي يعمل خطية هو عبد
للخطية، وهو مربوط. الرباط ده أحيانا يكون زي الرباط اللي رابط المرأة السامرية، مربوط بخلاص مشيت في الطريق ده وافتكرت ان هي لما تشرب من المية ده تقدر تشبع، هتلاقيها كل ما تشرب اكتر تتربط اكتر تتربط اكتر. وبعدين تسألها تقول لها انت يا امرأة تستطيع ان انت تستغني عن المية اللي بتشربي منها؟ يقول لك استحيل، ده انا عاوز اكتر. لولا لحقها المسيح وقال لها تعالى فك الرباطات بتاعتك دي، فك كل الرباطات دي لان هي رباطات كاذبة، وانا اديكي مية اللي تشرب منه ما يعطش للابد. ابتدت تعيش تتنسم نسيم الحرية في المسيح يسوع. احنا ربنا جه عشان يوهبنا حرية داخلية يحس بيها المسيح في حياته. ومن مميزات الحرية دي الفرح، الانسان يبقى سعيد وفرحان ويفك ربنا الرباطات اللي هي ربطت القلب. أو ده نصبنا في القيامة تحت المسيح، إن إحنا نعيش أحرار، إحنا مدعوين للحرية. وبينبهنا معلمنا بولس الرسول يقول اثبتوا في الحرية التي حرركم المسيح بها، ما تكونوش تحت نير مع غير المؤمنين، خليكم أحرار كده. أحرار يعني إيه؟ أنا ما تخليش القلب بتاعك يقع تحت عبودية حاجة أبدا. واحد وقع تحت عبودية الحقد والغيظ والضغينة والظلم، واحد وقع قلبه تحت عبودية شهوة الجسد، واحد قلبه وقع تحت عبودية شهوة المال، واحد وقع قلبه تحت عبودية حب اللبس والمظاهر. كل دي حاجات بنمر بيها الأيام دي وبنعيشها ونشوف العالم بيتسابق ليها. وصدقني كل هؤلاء ليسوا أحرار. على رأي أغسطينوس بيقول تشبيه جميل جدا، بيقول واحد بيقول لك أنا بملك الحاجة الفلانية دي، مثلا بيملك عزبة بحالها ولا برج كبير ولا حاجة كبيرة خالص، فبيقول أبدا ده هو مش بيملكها، ده هي اللي بتملكه. ليه؟ لأن هو قاعد نايم على سريره مش بيتمتع بالنوم زي بقية الناس، فكره عمال مربوط بالمشاكل وهيعمل ويخلي ويسوي ويرتب ويخطط، وده مضايقه في الموضوع ده وده مش راضي يجيب له الموضوع ده وده متعطل في الحاجات اللي بيعملها. فأصبح الحاجة اللي الإنسان بيفتكر إنه بيملكها أتى بيها هي اللي بتملكه. يبقى الإنسان بقى عبد بعد ما كان سيد، مع ان الاصطلاح في العالم يقول لك فلان ده سيد، ده شفت عنده ايه ولا عنده ايه. في الحقيقه العبوديه ان القلب يخضع للحاجه ويحاول يقتنيها، اول ما يحاول يقتنيها يبقى عبد ليها، تربطه من رقبته. لكن الانسان الحر اللي عاوز يثبت في الحريه اللي حرره المسيح بيها هو الانسان اللي يخلي القلب بتاعه للمسيح، يستعمل العالم، يحب ابوه وامه واخواته ومراته واولاده، لكن لا يستعبد بشيء في هذا الوجود. عشان كده الكتاب يقول له يا ابني اعطيني قلبك. فالانسان الحر قلبه مستولى عليه ربنا، لأنه يقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. والوصايا دي المسيح مش قالها عشان ناس قاعدين في الصحراء أو دخلوا الدير، قالها عشان المسيح العادي اللي عايش في العالم، يستعمل العالم لكن ما يستعبدش في العالم. والقديسين